أنا اسمي يزن لعيب الكورة، عمري 14 سنة، بتعمل في طبخة مسح، كسرت رز حبة تصوير، بتكسر لبن جميل للجواز، على ما يسخن بنخلطه في الفلتر، بعدين نضيف لبن شهير، بعدين نسلق لحمة لمدة ساعة إلى ربع. بعد ما نقعد الرز ربع ساعة نصفيه على المي، حطينا معلقتين سمن، بعدين طفنا عليه الرز، نقلب ل10 دقايق، بعدين نضيف على المي لتلي لوز، نضيف لبن، نعمل لها وصفة. Thank you.